حدث سيد خالد شاهين، يعني رغم القصف المستمر منذ 77 يوما، حجم الدمار الكبير الذي خلفه العدوان، هذا العدد الهائل والمهول من الشهداء والجرحى، ومع ذلك لم يحدث. هل تعول إسرائيل على مزيد من القصف، يعني عدوان أكثر وحشية وأكثر دموية مما حدث طوال 77 يوما الماضية حتى يحدث هذا السيناريو؟ على ماذا تعول إسرائيل؟ نعم، هذا السيناريو قائم. إذا لم يكن هناك ضغط كبير على إسرائيل لكي توقف عمليتها العسكرية، الدفع باتجاه عملية برية نحو الجنوب، نحو رفح، يعني هذا الذي سيحدث، قصف جوي وقصف مدفعي سيؤدي بالناس بأنها سوف تهرب إلى يعني المنطقة الأكثر أمانا، أي إلى غرب مدينة رفح، كما يعني إسرائيل يعني تريد. اقتراب القذائف والقتل من هذا المستوى، لا يبقى شيء أمام الناس، يعني لا يبقى امامهم يعني طريقه، الدبابات ستكون من امامهم والطائرات فوقهم والحدود خلفهم. ولذلك ما الذي سيفعله مواطن لديه يعني عائله 30 نفر او 10 او 5، ما الذي سيفعله بهم؟ يعني سيحاول ان يفر يعني من عبر الحدود. هذا السيناريو بالمناسبه يتحدث بعض الاسرائيليين بان اسرائيل قد تشن غارات على محور صلاح الدين، اي على الحدود، مما يؤدي الى احداث ثغرات في الجدار القائم حاليا. يعني ولذلك نشهد يعني حراكا مصريا في الجهه المقابله من اجل اقامه تحصينات وسواتر من اجل يعني منع اسرائيل من دفع الناس للفرار بهذا الاتجاه. الجانب الاخر الذي تحدثت عنه وهو يعني يتطلب ضغطا عربيا على قبرص التي تلعب دورا دنيئا يعني ومتآمرا يعني على القضية الفلسطينية، خلافا للموقف الشعب القبرصي الذي كان على الدوام مناصرا القضية الفلسطينية. هناك تواطؤ يعني قبرصي في موضوع الممرات المائية، والإسرائيليون يتحدثون عن إمكانية استخدام هذا الممر المائي، ليس كما يتحدثون الآنية حاليا من أجل يعني قطع العلاقات ما بين يعني مصر، بين قطاع غزة وإسرائيل، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية في المستقبل، ولا من أجل نقل الجرحى. الإسرائيليين يتحدثون عن سيناريو تجهيز قوارب لنقل الغزيين. هذه نقطة مهمة، وسيناريو آخر ربما قد تعمل عليه إسرائيل وقد أشرت إليه أستاذ خليل شاهين، ونعود إليه بتفاصيل أكثر. هل ستعمل إسرائيل بتواطؤ قبرصي هذه المرة على تهجير الفلسطينيين من غزة ودفعهم نحو الخروج على متن قوارب باتجاه قبرص، ستستقبلهم بطبيعة الحال قبرص للتعامل معهم لاحقا؟ هل هذا السيناريو وارد الآن بقوة؟ نعم، يعني ربما لم يلتفت أحد منذ يعني عدة أسابيع نحو شهر أو ما يعني ما شابه، كان هناك تصريح لافت لوزير الطاقة في قبرص الذي كان فرحا مبتهجا بما يجري في قطاع غزة، وكان يقول بأن أنه من الضروري أن يكون هناك أمن توفير أمن للطاقة والممرات، يعني كابل الكهرباء الذي سيأتي من يعني من 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 إسرائيل مرور من إلى قبرص مرورا ووصولا إلى أوروبا، إضافة إلى يعني خط الهند وإسرائيل البري ومن ثم البحري من قبرص إلى أوروبا. وهو اعتبر أن القضاء على يعني التهديد الأمني الموجود في قطاع غزة بالطريقة التي تقوم بها إسرائيل خبر سعيد، ويجب أن تستثمر يعني قبرص في ذا هذا الموقف. يعني هو دعا لحكومته إلى يعني تأييد كل ما تقوم به إسرائيل للتغلب على هذه العقبة، أي قتل الناس وتهجير الناس. أنا أعتقد أن قبرص بهذه الحكومة الموجودة حاليا، نعم يمكن أن تتآمر يعني إلى الحد الذي نشهد فيه محاولة يعني تسهيل يعني خروج الناس عبر البحر من قطاع غزة. لذلك ذكرت مطلوب ضغط عربي على قبرص، تهديد مصالحها لقبرص يعني لثنيها عن الاستمرار بهذا يعني الدور في التآمر على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني، والوقوف الساكر إلى جانب إسرائيل في المخططات الخفية التي تحاول قبرص أن تظهرها وكأنها يعني ممرات إنسانية لمساعدة الفلسطينيين، في حين أن إسرائيل لديها أهداف مغايرة تماما. أشكرك سيد خليل شاهين الباحث السياسي من رام الله، شكرا لك.